دول ثلاث زغاليل لحم انا محضنهم تحت قص واحد، لكن حضرتك عارف اللي هو طبعا ثلاث زغاليل غير اثنين غير واحد، فهم انا حجمهم مش عاجبني، فانا عايز اسمنهم شويه، عايز اسمنهم شويه كمان علشان اذبحهم، عايز اكل حمام، عايز اكل حمام كويس، عايز الزغلوله الواحده تكفي فرد، هي الحمد لله تكفي فرد، وهنشوف على الميزان دلوقتي. بس هقول لك هنعمل ايه، هزغطهم كمان كام يوم، هم لسه سنهم صغير زي ما حضرتك شايف اهو بالشكل ده، هناخدهم نفطمهم من الاهالي وزغطهم كام يوم مع بعض، وهنوزنهم مع بعض كل يوم ونشوف ايه بتفرق ولا مش بتفرق. وكمان معانا كمان جوز الزغاليل ده هنفطمهم برضه، لان الاهالي بتاعتهم باضت اكتر من اسبوع، البيض اللي معاهم ده اكتر من اسبوع، فانا خايف على الزغاليل انها تروح عند الاهالي وتكسر البيض، هم ممكن يذبحوا دلوقتي، لكن انا عايز نتيجه واحسن حجم، عايز احسن حجم، اه كلنا عايزين احسن حجم مش انا بس. هنزغطهم ونعمل الطريقه اللي هقول لك عليها دي، بس ما تعملهاش الا اذا كنت هتذبح، ما تزغطش وتسمن الا اذا كنت هتذبح، لكن لان لو هتسمن بعد كده فيما بعد ممكن يطلعوا حمام مش هيبيض او تقيل زياده عن اللازم، فما ما يفضلش الحمام التقيل في البيض والتربيه الا اذا اشوف امهم بتضربهم ازاي اللي هي راقده على البيض دي، فهي احنا هنفطمهم دلوقتي ونحاول نسمنهم هقول لك ازاي. دول طبعا اللي هم الجزء الاخراني اللي انا شلته من تحت الاهالي اللي معاها بيض اهو، لسه برضو طريين اهم، لكن بسم الله ما شاء الله ريشهم نضيف طبعا عن اللي متربيين سايب، اللي متربيين سايب متبهدلين، عشان كده انا دايما بقول لك التربية اللحم في سلكات افضل، وكمان بتاخد زغلول اكبر لان الاهالي بتكون متفرغه لتاكيل الزغاليل وتحضين البيض، بس ما فيش ذكر بيعاكسهم، يعني ممكن دول يكون ذكر بيجي يعاكسهم وقت التاكيل فبيمنعهم من التاكيل، وكمان ممكن تلاقي واحد وواحد، لا طبعا هم ثلاث زغاليل، كتر خير الاهالي ان هم طلعهم الزغاليل كده. بنشوف اوزانهم، طبعا دول عمرهم اكبر شويه، الجزء اللي هو فاتح ده النظيف ده هنشوفهم على الميزان، ممكن يتذبحوا دلوقتي، انا ما اكلتهمش ولا مره، شوف انا ما اكلتهمش ولا مره، هنشوف اول وقف بس كده. طب بسم الله ما شاء الله 550 جرام ده واحد، هنشوف اخوه، ممكن اخوه اقل شويه، مش فارق كتير يعني نقول 500 جرام اخوه، لكن زي ما قلت لك انا عايز اقصى وزن، فهزغطهم كام يوم، ده 500 اهو. طيب هنشوف التانيين اللي هم، خليك فاكر معايا الاوزان دي كلهم، هنشوفهم، ده 400، ده عمره اصغر شويه، ده اصغر واحد في المجموعه كلها، طبعا ما تقارنش بالبلدي، البلدي حاجه واللحم حاجه، قول 375 حلو قوي على قد عمره، ده كمان اخوهم 500، ده الكبير اللي في الثلاثه اللي هم اخوات او اللي هم متحضنين تحت قص واحد 530. طيب هنشوف المجموعه دي هنزغطها ونشوف هنزغطها ازاي، وبعد وكل يوم هنوزنهم بسرعه كده مده 5 ايام او اسبوع، انا عايز اخد منهم اقصى نتيجه، هنجرب مع بعض الطريقه اللي انا بعملها للتسمين للذبح بس، وبعد كده نقرر نعمل، بس زي ما قلت لك لو هتزغط عشان تربي لا ما تزغطش عشان التربيه، التزغيط ده اللي هعمله ده لان هعمله بعلف التسمين، تعملوش الا اذا كنت هتذبح الزغاليل. طيب ده علف الدجاج اللي هو او علف التسمين اللي بتاع الكتاكيت او الكتاكيت البيضه اللي احنا بنربيها في البيوت او بتربيها في المزارع، نسبه بروتين في العلف ده اللي هو 23%، لما تروح تشتريها تقول 23%، بس باكد تاني ان ده لو هتزغط منه يبقى الزغاليل دي للذبح خلاص مش للتربيه. هنحط كوبايه اهو، احط عليها ثلاثة، انا في الصيف احط عليها لغاية اربعة تمام، لان العلف صعب الهضم يا جماعة، العلف مش بيتهضم بالسهل، فمحتاج كمية مية كتير، فانت لو اكلت مرة الصبح يبقى تبص عليها بالليل تشوفه قدام هضم او ما هضمش، اكل مرة واحدة بس خلاص. حطينا الكمية زي ما حضرتك شايف، اعمل الكمية اللي تكفيك، عايز مقدار، المهم مقدار عليه 3 مقادير مية او اكتر كمان، لكن هو احنا بنكتفي بمقدار عليه 3 مية، عايز تعمل قد كده مرتين، عايز تاكل 20 زغلوله على حسب ما انت عايز، شوف الكميه اللي في الحمام بتاعك، هنسيبها من 15 الى 20 دقيقه حتى تتخمر، تقريبا فات حوالي ربع ساعه على ما حطينا الميه على العلف، لو لاحظت حضرتك شوف العلف شرب الميه ازاي، عشان كده انا بقول لك زود ميه، وبعد ما تزغط المره الثانيه تشوف لو الزغاليل لقيتها الاكل محجر فيها تديها ميه بس بالسرنجه برضو زي ما هوري لحضرتك دلوقتي، لكن في اضافه هنضيفها اهم حاجه دلوقتي علشان احنا عايزين نتيجه كويسه، بروفيت بلس، ده الاضافه اللي احنا هنضيفها على الوصفه بتاعتنا، طبعا في فيديو قديم كنت قايل فيه الكلام ده من زمان في بدايه القناه، ده البروفيت بلس، حط حبه صغيرين كده، مش لازم تشتري اللتر كله، لو انت كميه مربي كميه قليله، لو انت مربي كميه قليله ما تشتريش لتر ولا حاجه، ازازه زي دي لحد العلامه كده ب 20 جنيه وملوها كله ب 25، افتكر يمكن سعره زاد ولا حاجه الايام دي. هنحط نقطه منه، هو سميك وريحته وحشه، لا تعرفوا ان هو ده جروفيت، لا هو شميت الريحه الوحشه اهو خلاص كده بس، لان هو غالي وهو نتيجته حلوه جدا لكل حاجه. حطينا الكميه برضو هنسيبها شويه لحد ما اوريك السرنجه قبل ما نقلبها، دي السرنجه اللي بنستخدمها للتاكيل اليدوي،
اللي انا دايما بحب استخدمها، في منها 50 سم وفي منها 60 سم. ال 50 سم دي ب 5 جنيه خلاص، من صيدليه بشري اسمها سرنجه قسطره. اتاكد من الكلام اللي بقوله ده، لان ناس كتير يقول لي السرنجه ما بيعديش منها الاكل، ما بيعديش منها العلف. هنفتحها اهو، نفتحها كده زي ما حضرتك شفت. دي السرنجه اسمها سرنجه قسطره، شوفي السن بتاعها ده طويل ازاي، واهم شيء تتاكد منه ان هي بفتحتها كده، شوف فتحتها واسعه ازاي، هو ده سرنجه القسطره، مش اي سرنجه يا جماعه. 50 سم، في سرنجه ثانيه بتاعت حقن ما هيش سنها مش واسعه كده، ما تنفعش. مش اي سرنجه 50، باكد ثاني، ما فيش معاها سن، هتلاقي ما فيش معاها سن بتاع الحقن اللي بيركب هنا، ما فيش معاها، هي كده بس. خلاص ده اللي اتاكد منه علشان الاكل يعدي منها او الخلطه بتاعتنا. هنقلب الخلطه، نقلبها كويس قوي علشان تنعم وتعدي من السرنجه. لو لقيتها مش بتعدي من السرنجه استنى عليها كمان 5 دقائق. نبدا التاكيل على بركه الله. السرنجه اهو والاكل، الخلطه اللي احنا عاملينها، كل مره هتقلب كده قبل ما تسحب وتملى السرنجه كلها. اسحبها اهو ال 50 سم. انا عارف في ناس كتير هتقول لي كتير على الزغلول، لا اهو 50، وان كان انا ماليها اكتر من 50 كمان. ياتي كل واحد على قد ما هو ياخد. هبدا بالكبير ده الاول، هو طبعا انا جايبه من تحت الاهالي، فالاهالي مأكلينه الذره والخلطه العاديه اهو. اتملت ما شاء الله، وينفع كمان ياخد كمان، هعطيله لغايه ما يتملى. ادي سرنجه، وادي كمان تقريبا 40 سم، يعني كده حوالي 100 سم. ده للزغلول الكبير، والصغير نعطيه مثلا سرنجه لو هو شبعان اقل شويه، مفيش مشاكل يعني، كل واحد على حسب اللي هو يقدر ياكله. ده اللي هو اقل منه شويه اخوه. ناتي كمان شويه، اهو بسم الله ما شاء الله. فاضل الثلاثه اللي هم اللي متحضنين تحت القص الثاني، هم نقول عليهم الثلاثه الاخوات. الثلاثه الاخوات اول واحد فيهم اهو تقريبا اكبرهم. نقلب برضه كل مره ما تنساش. السرنجه يا جماعه بتسحب تمام التمام اهو، بس اهم حاجه تكون سرنجه القسطره زي ما قلنا، مش اي سرنجه اهو. الزغلول الثاني اهو، ده الزغلول الثالث. طبعا هنوزنهم كل يوم لحد ما نشوف وصلوا لقد ايه. طيب علشان اثبت لك بس الزغلول هيبقى قد ايه بعد ما اكل، محدش يضحك عليك ويزغط لك الزغلول ويوزنه لك ويقول لك ده وزن زغلول اللحم. بعد ما زغطنا الخمس زغاليل اللي معانا، حطيناهم في كرتونه كده زي ما قلنا، المفروشه نشاره زي دي، كل يوم هنزغطهم شويه ونشوفهم برده، لو عطشانين هنديهم تاني او ترجعهم عند الاهالي بتاعتهم. لو ما فيش مشكله يعني، لو ما انتش عايز تفطمهم رجعهم مع الاهالي تاني، بس بيبقى دي زغاليل للذبح. لكن لو حد قال لك ان زغاليل اللحم ما بتكبرش غير بالتسمين، يعني انا مش عامل كده علشان ان انا اكبرهم للتربيه ويبقى حجمهم كبير، هوري لك زغلول تاني اهو. الزغلول ده تاكيل اهالي، ما اكلتوش والله ولا حبايه ولا حتى اي سرنجه، هو ده تاكيل اهاليه. انا جايبه دلوقتي علشان اوري لك اللي هو وزنه بيوصل قد ايه. الميزان على السفت، ونحط الزغلول بسم الله ما شاء الله حوالي 650 جرام. هذا الزغلول اللي هو تاكيل اهالي الطبيعي، علشان انا شفت ناس كتير بتفتي يقول لك ما هو اللحم زي البلدي وكلام زي ده، ما كناش كلفنا نفسنا يا جماعه. لو هتربي جوزين لحم تاكل منهم للبيت بدل البلدي، بلاش تربيه بلدي يا جماعه، ده بياكل وده بياكل، وده بياكل كان بياكل بزياده شويه، لكن هتاخد زغلول. يعني ما شاء الله هنقول لك زغلول بثلاث زغليل من البلدي، مش هنقول لك بزغلولين من البلدي. ولو انت عايز تسمنه كمان، شوف بقى لو انا سمنت دوت باذن الله شوف هيوصل قد ايه. مش عايز اقول لك يعني هيزيد معاك، لكن ده ما كانش اي علف تسمين، وانا ما بضيفش علف تسمين على الخلطه. زي ما حضرتك عارف انا بحط فول وبسله وذره حمام اللي هو ذره عويجه وذره اصفر وقمح او اللي هو الغله، الخمس حاجات دول اللي بحطهم الاكل الحمام، ما بحطش علف. يمكن لو حطيت علف هيسمن الزغليل ويسمن الحمام الكبير، فانا مش عايز ان انا اسمن الحمام عشان يبيض الحمام الشغال. لكن لما بكون عايز اذبح اللي هي مثلا هاكل وانا للبيت، فبسمنه علشان اتقل الزغليل. ومين فينا مش عايز يتقل الزغاليل؟ ده اللي هو ما تسمنش خالص زي ما حضرتك شايف اهو، هنشيله ونشوف اللي هو المتسمن بقى ازاي. دول الخمسه اللي هم متسمنين، انا ما كنتش عارف الكبير كان اهو، ده بيتهيألي اللي كان الكبير، هنوزنه ما شاء الله بقى 650. بس ده بالاكل بتاعه، ده بعد ما اكلته، ما ينفعش اوزن لحد وهو ما ينفعش اوزن لحد بعد ما سمنت كده واقول له شوف الزغلول قد ايه، لا ما ينفعش اوزنه وهو جعان او بتاكيل الاهالي، انما بعد ما ظبطه انا واوزنه واقول لك الزغلول كذا، لا شوف هو كان في الاول كام وبقى دلوقتي كام، نوزنه بكره برضه بدون
ايه التأكيل؟ نشوف اخوه اهو برضو تقريبا بقى نفس الوزن. هيفرق يا جماعة معاك التسمين اللي هو عارف التسمين اللي عملناه ده وانت بتذبح الزغلول. هتاخد زغلول عمرك ما شفته، هتاكل زغلول في حياتك ما اكلته قبل كده. وده واحد من اللي هم التلات زغاليل اللي هم كانوا صغيرين، التلاتة الاخوات برضو ما شاء الله. وده كان اصغر واحد، وده برضو صغير. دول اللي هم الاثنين اللي كانوا صغيرين واخوهم الكبير. هنوزنهم بكره قبل ما ناكلهم برضو بعد ما ناكلهم ان شاء الله. في النهايه بقول لحضرتك لو سمحت من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.